وإلى الطائف الآن. عروس المصايف والتي احتضنت خلال اليومين الماضيين منتدى الطائف للاستثمار، والذي كان شاهدا على جمع الخبرات السعودية الشابة المبتكرة والمطورة للتقنيات الحديثة. خلونا نتابع هذا التقرير من واس. مشاركتنا في منتدى الاستثمار بالطائف بهذا المشروع، مشروع IFE أو Intelligent Falcon Eyes. هذا مشروع يدعم الزراعة الذكية. فيه ربطنا خوارزميات الذكاء الاصطناعي، كون الآن في المملكة العربية السعودية لا يوجد أي وسيلة مراقبة جوية نقدر من خلالها أن نراقب البيئات الواسعة والكبيرة. فهذا المشروع فيه كاميرا عالية الدقة باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي، نقدر نحقق ثلاث أهداف أساسية. أول شيء راح نراقب أوراق النباتات، ثم راح يعدل لي عدد الأشجار تحقيقا للرؤية في مبادرة السعودية الخضراء بزراعة أكثر من 10 مليار شجرة. أيضا عندنا تحديد لمواقع المياه، درون يعزز من الخبرة الإنتاجية بحيث أنه يطلع لي نسب دقيقة جدا في أوراق النباتات. فكل ما كانت مثلا النباتات مصفرة أو فيها مشاكل، هذا الشيء رح يبان للجهات المسؤولة. بالنسبة للحساسات الموجودة عندنا في التربة، عندنا ثلاث حساسات، واحد حساس لرطوبة التربة، واحد حساس لمستوى المياه، وواحد حساس للحرارة ورطوبة الجو. تمام، فهذه البيانات كلها حتنرسل في التطبيق. عندنا تطبيق اللي حيطلع لنا أول شيء إيمج أو صورة للنباتات كيف حتكون صحتها. تمام، بعدين حتطلع لنا النتائج أو النسب، النتائج حقت الحساسات اللي موجودة في التربة. وفي برضو عندنا هنا إنه حيطلع لنا عدد الأشجار الموجودة في المنطقة بعد المسح، وعدد المستقعات المياه اللي اكتشفها برضو. فهذه النتائج تطلع لنا كده في التطبيق، وبناء عليها يشوفها المسؤول ويتخذ القرار المناسب للمنطقة. وجدنا في منتدى الاستثمار للطائف كان بهدف أن نبحث عن مستثمرين أو شركاء لاستثمار هذا المشروع، راح يحقق نجاحات باهرة جدا. وصلت نسبة الدقة عندنا كما ذكرنا في البداية اللي هي 98%، وإن شاء الله بإذن الله نلقى مستثمر.